يما 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 سلمونا تبونا في المدرسة. هات شوف يا زكريا يرضى عليك ويبعث لك السعد يا رب. والله تقيلي يما، حملت لحالك يا حبيبي. شايفة تعبت منها والله. الله يرضى عليك، هات نشوف ايش فيها. اكني يم مسرور. ان شاء الله يكون فيها سيرج، خليني اقلي هالبطاطايات قلي. زكريا والله بحبها قلي انا يما البطاطا. زكريا اعطوا كل الاولاد؟ كلهم كلهم يا خالتي. بدي اروح اشوف اولاد سلفي شو جابوا. روحي صلاة النبي، كتار بكونوا جايبين اشي وشويات، بنوبك من الحب جانب. يا عيني يا عيني والله ملاني يا زكريا. يو يو الحق يما الحق. وانت لليوم ورانا ورانا؟ والله ما نعرف من 48 وانت ورانا ورانا، والله ما نعرف احنا اللي بنجري وراك ولا انت اللي بتجري ورانا. هذه كبو هذه كبونة يا لافي. لا يا عمو بضحكوا عليكو، هذا الكيس اسمه القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كيف يعني يا لافي؟ فهمني مش فاهم. يعني كل قضيتنا في الكيس هذا. يوه فهمنا أكتر مش فاهم. أنا بدي أفهمك، تعال عندك. علبة اللحمة هذه حق العودة واللاجئين. الدولة، القدس، المعابر والسيادة، المستوطنات. طيب يا لافي ضايل هادي. هادي؟ أنا نسيت أحكي لك شو هادي يا عمو. هذا الجدار ما بتعرفه يا عمو؟ شوف ما أطوله، شوف ما أطوله يا عمو شوف. لا 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 لا. إيه والله إنك صادق يا لافي. خذ يا خالتي، خذ علبة اللحمة هذه ولا خذ علبة التونة؟ ما باكلش ولا لحمة ولا تونة. يو طب خذ المربى. معايا سكري. يوه خذ فراش أسنان والمعجون. بفرشيش أسناني. هات خذ الجدار وحل عنا يا لافي. الجدار؟ قصدك ورق الحمام يا خالتي مزكي؟ لا لا يا خالتي مزكي، هذا خليل اكبر القضية علشان يمسحوا فيه عرقهم بعد ما يهدوا الجدار. والله لسانك غير يجيب لنا البلا، غير يجيب لنا البلا لنا ولكل اهل الحارة لسانك. يلا يما